مج سين صاد زائد مج سين مج صاد على مج سين صاد زائد والله نفس الشيء، والله نفس الشيء زائد مج سين صاد. ياه مين في سواش داو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطلت ثانوي فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن المواد اللي ما بتضافش اللي هي الاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية والدين برضه قشطة. طيب انا بدات فيهم امتى؟ الصراحه بدات فيهم زي الوقت دوت في السنه في نص اتنين كده او في اخر اتنين. ليه؟ عشان القناه التعليميه كانت بدات تنزل شرح للمواد ديت، فقلت استغل الفتره دي ان انا اعرف فيهم الحاجات اللي بتتكلم عن ايه. ففعلا بعد ما نزلوا الفيديوهات الشرح وكده رحت سامعها، وصراحه كان معايا كتاب المعاصر في الاحصاء، بس ده يعني ده فادني حلو. لو تعرفوا تجيبوا اي كتاب قديم، مثلا كان معايا كتاب اخويا من 2012 تقريبا. ماشي، نبدا نمسك ماده ماده. الاحصاء اللي هي تقريبا اهم حاجه، وانا حبيت الاحصاء اكتر من الاقتصاد عشان ما فيهاش حفظ. يعني بعد كل فيديو سمعته من قناه تعليميه ومدرسه على الهواء محمد الدوميني، اي حد بيشرح احصاء على اليوتيوب هاتوه، وبعدها افتح كتاب المدرسه او كتاب المعاصر. انا جبت المعاصر وحلوا فيه واحفظوا القانون وحلوا فيه كده، كل باب في يوم ولا حاجه، مش صعبه خالص. كل باب اصلا فيه قانون واحد بيتحفظ زي بتاع مجد سين اللي كان في المقدمه ده، حاجات على فكره تافهه جدا. بس ورحت قافل الاحصاء كده وعلى ليله الامتحان على طول، مش ما كنتش فاضي انا اروح درس في شهر خمسه، اللي علمت تروح درس في شهر خمسه. وبعدين اصلا انا فاضي اذاكر المواد الثانيه عشان اذاكر الاحصاء في شهر خمسه، فمش منطق خالص يا جدعان. وبعدين ايه على ايه ذكيه جدا تروح الدرس وما تذاكرش؟ طب انت كده عملت ايه حضرتك يعني؟ تاني ماده الاقتصاد برضو سمعت فيديو ورا التاني ورا التالت، فيديوهات تعبانه جدا، وتقريبا ما قريتهاش اصلا بقى في شهر اتنين، وسبتها ليله الامتحان. والحمد لله الاقتصاد والاحصاء جبت فيهم 46 من 50 بمذاكره تقريبا 3 4 ايام في السنه، مش عشان انا خارق لا، عشان هي مواد تافهه اصلا وبيجيبوا حاجات بالنص ومجرد تعويض مباشر مثلا في الاحصاء وجداول محفوظه، والله حاجات تافهه جدا. والاقتصاد قعدت اهبط فيه كده بقى، والف شويه واعمل شويه واقول لي يجب علينا والاقتصاد، يجب ان نحسن الاقتصاد وننمي هذه البلاد ونستثمر فيها وبس يعني. وجبت 46 من 50. بالنسبه للدين بقى، وده المهم الصراحه، اللي انا بدات احفظ فيه السور. بدات اقرا دروس كده في شهر اتنين وبتاع، بس السور اللي حفظتها كانت اهم حاجه تقريبا، لقمان والنور. بس شوفوهم برضه عندكم يمكن منهج اتغير. حفظتهم تقريبا على مدار بقى الثلاث ولا الاربع شهور اللي فاضلين دول، كل يوم اخد ايه ايتين وازود واحفظ تاني وراجع كده، فادتني اصلا شخصيا مش عشان امتحان الدين خالص. بس وبرده وكذلك على ليالي الامتحان بقى، بس ده بالنسبه للدين. وجبت فيه 23 من 25 برده مذاكر تقريبا يومين او ثلاثه كده. سليم حاجه التربيه الوطنيه طبعا، ما ينفعش اتكلم التربيه الوطنيه. ويلا نقفل الفيديو والسلام عليكم. المهم انا كنت عايز اشجركم في حاجه، انا امتحاناتي هتبدا في نص اربعه، القناه دي بتاعتكم فانا لازم اقول لكم على كل حاجه. امتحاناتي هتبدا في نص اربعه، ودي امتحانات مهمه جدا، فعندي حل من ثلاث حلول. يا اما ان انا اوقف القناه من نص اربعه خلاص، واصلا انا هخلص في نص سبعه فمش هتشوفوني تاني، او اني انزل الفيديوهات القديمه بتاعت السنه اللي فاتت، او اشيرها لكم على الكوميونتي ايا كان، بس مش هعمل حاجه مبتكره. ليه؟ كل الكلام موجود يا جدعان، بس هو احنا بس هنذكركم بيه. اول حل التالت ان انا هنزل ممكن فيديوهات، بس برضو مش باستمرار، وهتكون يعني جودتها عاديه، مش هعمل فيها لعب ولا مونتاج ولا بتاع ولا حاجه، ولا يعني انا بعمل حاجه اصلا. بس قولوا رايكم برضو، هنفذ اللي في دماغي يعني، مش هاخد قراركم قوي يعني، لان امتحاناتي مهمه الصراحه، عليها 55% من درجه السنتين الثانيه والثالثه. قولوا لي رايكم ايه، ومستنوا بقى فيديوهات ان شاء الله 90 يوم بقى والجدول اللي هينزل وحاجات زي كده ان شاء الله في الفتره الجايه. وبالتوفيق ودمتم مكافحين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحاجات دي مش محطوطه عشان فالنتاين يا جدعان، لا، ودي الورده اللي انا كنتها في الايفنت، حابب اوريها لكم. هي هو قلم رصاص، بس هو المفروض ان هو يبقى كده. موهبتك مش كفايه، مفيش حد فينا اتولد من غير موهبة. اللي هيفرقك عن غيرك مهارتك في استخدام الموهبة دي.